أعزائي المشاهدين بكل خير، ما زلنا نستكمل فعالية هذا المهرجان، مهرجان البشاير السنوي في هذا اليوم يومنا الرابع مع انطلاقة أشواط سن الكبار. شاهدنا معا مجريات الشوط السابق أيضا اللي فازت به أول أشواطنا الصباحية، فازت بملوح أهدت حمد بن غانم بن علي بن حمود الظاهري أول أشواط هذا الصباح. أعلنت قبل قليل انطلاقة الشوط الثاني في هذا اليوم، الشوط الرئيسي للجعدان الثنايا، مسافتنا المقررة لهذا السن هنا 8 كيلومترات. سنشاهد بها متعة الإثارة والمنافسة ما بين هذه الشعارات المنطلقة والمشاركة والتي أتت من مختلف ميادين دول مجلس التعاون الخليجي للمشاركة بهذا الحفل التراثي الكبير على أرضية ميدان البشاير في هذه الفعالية، فعالية هذا المهرجان السنوي، مهرجان البشاير السنوي الذي يأتي بدعم وتوجيهات من سيد ومولاي جلالة السلطان حفظه الله، ودعما واهتمام من أخي سيدي صاحب السمو السيد أسعد بن طارق آل سعيد حفظه الله. إذن أعزائي المشاهدين نذهب مباشرة لنتعرف على تفاصيل هذا الشوط لنشاهد الأسماء المشاركة والمنطلقة. أجد أول الأسماء المشاركة في هذا الشوط حامل رقم شعار خريبيش، شعار خريبيش بن محمد اليحاف الوهيبي من يقدم الشبابي على المركز الأول في هذه اللحظة، بينما المركز الثاني العاصي لخريبيش بن محمد بن حمد الوهيبي أيضا يقدم اسمين على المركزين الأول والثاني. نقلتنا التالية إلى المركز الثالث، المركز الثالث المهندس راشد بن صابر بن سعيد الكتبي يقدم المهندس في المركز الثالث، بينما المركز الرابع راهيلي عبد الله بن عامر بن حمد الجحافي، والمركز الخامس وبران سالم بن علي بن طناف الدرعي في المركز الخامس، المركز السادس جيفار سعد بن حمد بن علي الجنيبي أيضا يقدم جيفار في هذه اللحظة يتواجد بالمركز السادس. نقلتنا التالية إلى المركز السابع، المركز السابع الوصول يأتي في هذه اللحظة من مهدي ليابر بن سعيد بن نخرة المبيحسي يقدم أيضا مهدي في المركز السابع، بينما المركز الثامن، المركز الثامن الفارس لعامر بن علي بن سالم الهاشمي تواجد في هذه اللحظة في ثامن المراكز، بينما المركز التاسع الوصول من مبشر لسعيد بن سالم بن علي الوهيبي يقدم مبشر بتاسع المراكز. المركز العاشر نختتم به النتيجة والنداء الأول هملول لبدر بن سعود بن صغير الدرعي. هكذا هي النتيجة للعشرة الأسماء الأولى المتقدمة والمنطلقة بالشوط الرئيسي للجعدان الثنايا، ثاني أشواطنا في هذا اليوم بالفترة الصباحية. مع استكمال فعالية هذا المهرجان نصل اليوم إلى يومنا الرابع، ابتدأت هذه الفعالية انطلقت من يوم الاثنين، شاهدنا المنافسة بسن الحجاج على فترتين صباحية ومسائية، يوم الثلاثاء كانت منافسة سن اللقاية، يوم الأمس شاهدنا منافسة سن الإذاع، بهذا اليوم انطلاقة أشواط الكبار، انطلاقة أشواط الكبار قبل ما يوم الختام. يوم الختام سيكون يوم السبت إن شاء الله، هناك أشواط السيوف وأشواط الذهب، أشواط سني الثنايا والحول. إذن عودتنا للبداية مع انطلاقة وتقدم المهندس اللي غير مجريات الأمور، بدأ يقود هذه الكوكبة المميزة من هذا الشوط. المهندس يقدم راشد بن صابر بن سعيد الكتبي ضيف قادم من دولة الإمارات يشارك في هذا اليوم، مقدم المهندس على المركز الأول في هذه اللحظة، بينما المركز الثاني، المركز الثاني المهدي ليابر بن سعيد بن نخرة المبيحسي يقدم مهدي على المركز الثاني. المركز الثالث راهي عبد الله بن عامر بن حمد الجحافي يقدم راهي، ينطلق على المركز الثالث في مستوى مميز في هذا المسار. ما زالت مسيرة الثنايا مستمرة والأسماء قادمة والتغيير ما بين المواقع مستمر من موقع إلى أفضل، الجميع يبحث عن نقطة مميزة من هذا المهرجان الكبير. اللي وصل في المركز الرابع وتقدم في هذه اللحظة هملو
هملول لبدر مسعود بالصغير الدرعي، يقدم هملول يتقدم بدوره في المركز الرابع. المركز الخامس وصل ناصي لمحمد بن حميد بن ثابت الوهيبي، وصل بن عبدون يقدم ناصي يتقدم بدوره بالمركز الخامس، بينما المركز السادس وصل في هذه اللحظه مياس لعمير بن سهيل بن غزول الشامسي، ووصل ايضا الذيب لعبد الرحمن بن علي بن ناصر السناني. ما شاء الله يا الكوكبه، اسماء جديده بدات تنضم الى الاسماء المتقدمه وبدت بالمنافسه تنضم الى الخمسه المراكز الاولى. هناك اسم اخر قادم اسم آخر، وهو أيضا وصل جيفار لسعد بن حمد بن علي الجنيبي مقدما جيفار، ويتقدم بدوره إلى المستوى الثامن في هذه اللحظة. بينما المركز التاسع شرين لمحمد بن علي بن حميد الوهيبي، يقدم شرين يتقدم في المركز التاسع في هذه اللحظة. بينما المركز العاشر وصل في هذه اللحظة ريان لسعيد بن جابر بن عبد الله الحربي، مقدم الشهامة بليلة الأمس، حصلت على الكأس العام بكأس الإذاعة العام. يقدم لنا ريان بالفترة الصباحية بسن الثنايا، يرغب بنقطة مميزة أخرى من هذا المهرجان، عودتنا للبداية والصدارة مع الانطلاقة الأولى. ما شاء الله، هنا الجائزة خنجر للفائز بالمركز الأول في هذا الشوط، ومهدي اللي غير مجريات الأمور مع انتصاف مسافة 8 كيلومترات. قطعنا 4 كيلومترات الأولى والمتبقي نفس المسافة الماضية، ما زالت المسافة كافية للتغيير لظهور الأسماء المتأخرة للمنافسة على الأرقام المتقدمة. شوف اللي غير، شوف اللي تقدم، ما شاء الله يا الذيب لعبد الرحمن بن علي بن ناصر السناني، يقدم الذيب. ولكن اللي غير في هذه اللحظة واقتطف المركز الأول هملول لبدر بن سعود بالصغير الدرعي. يا سلام يا هملول، تقدم سريع من مركز إلى آخر، يتقدم ويأخذ المركز الأول في هذه اللحظة هملول لبدر بن سعود بالصغير الدرعي. بينما المركز الثاني الذيب لعبد الرحمن بن علي بن ناصر السناني، مهدي في المركز الثالث ليابر بن سعيد بن نخر المبيحسي، والمركز الرابع يا سلام يا المهندس راشد بن صابر بن سعيد الاكتبي يتواجد في رابع المراكز. المركز الخامس راهي عبد الله بن عامر بن حمد الجحافي، والمركز السادس وصل بن عبدون ويقدم ناصي محمد بن حميد بن ثابت الوهيبي في خامس المراكز في هذه اللحظة. يتقدم ووصل جيفار ومياس عمير بن سهيل بن غزول الشامسي، يتقدم الشامسي، يقدم مياس ويشارك في هذا الشوط باحث عن خنجر الثنايا الجعدان بالفترة الصباحية. بينما الأسماء القادمة وصل ريان في هذه اللحظة لسعيد بن جابر بن عبد الله الحربي، يقدم ريان ويتقدم إلى مركز متقدم في هذه اللحظة. عودتنا للبداية 3 كيلومترات يا مضمرين، 3 كيلومترات هي المسافة الفاصلة عن خنجر الجعدان في هذا الصباح، ما زالت البداية والصدارة. شوف 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 اللي غير واستعاد موقع البداية، المهندس استعاد موقع الصدارة، راشد بن صابر بن سعيد الاكتبي يا سلام استعاد موقع البداية وبدأ يقود لهذه الكوكبة المميزة من هذه الأسماء، من الأسماء الجعدان الثنايا. بينما المركز الثاني الذيب عبد الرحمن بن علي بن ناصر السناني يتواجد على المركز الثاني، ناصي في المركز الثالث يقدم في هذا الشوط محمد بن حميد بن ثابت الوهيبي، والمركز الرابع الذيب في المركز الرابع أو هملول لبدر بن سعود الصغير الدرعي في رابع المراكز. المركز الخامس مهدي ليابر بن سعيد بن نخرة المبيحسي في خامس المراكز، والمركز السادس مياس من يتواجد في
سادس هالمراكز في هذه اللحظات. يا سلام لعمير بن سهيل بن قنزول الشامسي في سادس المراكز، المركز السابع شعار عبد الله بن عامر الجحافي من يقدم راهي في هذه اللحظة، وصل ريان لسعيد بن جابر بن عبد الله الحربي. وشوف الاسم اللي وصل، شوف الاسم اللي وصل، وصل اسم آخر وهو الفارس لعامر بن علي بن سالم الهاشمي، يتقدم بدوره في المركز التاسع والمركز العاشر في هذه اللحظة. جيفار لسعد بن حمد بن علي الجنيبي. استكملنا هذه النتيجة وهذا النداء، قطعنا 6 كيلومترات الأولى، المتبقي الكيلوين الأخيرة، المسافة الفاصلة عن هذه الخنجر، عن نهاية هذا الشوط، عن نهاية هذا المسار، والبداية والمقدمة ما زالت مع المهندس، المهندس الذي يهندس هذه الأمتار للوصول إلى خنجر الجعدان في هذا الشوط، المهندس لراشد بن صابر بن سعيد الاكتبي، ضيف قادم من دولة الإمارات للمشاركة بمهرجان البشاير السنوي بنسخته السابعة في هذا العام. بينما وصل ناصي، وصل ناصي يتقدم على المركز الثاني لمحمد بن حميد بن ثابت الوهيبي، يقدمه بن عبدون، يقدم ناصي على المركز الثاني. والمركز الثالث الذيب عبد الرحمن بن علي بن ناصر السناني، وصل مهدي تقدم على المركز الرابع ليابر بن سعيد بن نخرة المبيحسي والأسماء وهملول، وأيضا وصول مياس، وصول راهي، وصول أيضا وصول من أيضا اللي وصل ريان سعيد بن جابر بن عبد الله الحربي. لكن عودتنا للبداية مع 1200 متر الأخيرة، لوحة الإعلان الأخيرة للافتة 1200 وما زالت الصدارة لصالح المهندس وبقبضة المهندس راشد بن صابر بن سعيد الاكتبي، من يقدم المهندس بالشوط الأول للجعدان الثنايا، باحث عن هذه الخنجر، باحث عن هذه الخنجر مثل ما حققت بالشوط السابق الخنجر أيضا ملوح، أهدت أهالي العاصمة أبوظبي ودولة الإمارات لحمد بن غالب بن علي بن حمودة. أيضا هذا هو المهندس يتقدم لراشد بن صابر بن سعيد الاكتبي، لكن حذاري من وجود ناصي، حذاري من وجود ناصي. محمد بن حميد بن ثابت الوهيبي خطير، وصل ناصي، وصل بن عبدون، بدأ بالتقدم مع الأمتار الأخيرة 900 متر الأخيرة، وصل ريان، وصل ريان في المركز الثالث سعيد بن جابر بن عبد الله الحربي، والوصول الآخر وصل هملول بدر بن سعود الصغير الدرعي. لكن عودتنا، عودتنا مع ناصي و600 متر الأخيرة، روح يا بن عبدون روح، هذا هو ناصي محمد بن حميد بن ثابت الوهيبي قادم من ميدان المشرف للمشاركة بهذا المهرجان، يقدم ناصي ويبحث عن الخنجر، يبحث عن الخنجر، خنجر الجعدان الثنايا ما زالت بقبضة ناصي محمد بن حميد بن ثابت الوهيبي. وصل ريان سعيد بن جابر بن عبد الله الحربي، وصل شعار أيضا سيف بن فاضل المزروعي، لكن خلاص الشوط يسجل باسم ناصي، والتهاني تهدى لمالك ناصي محمد بن حميد بن ثابت الوهيبي. سلام بن عبدون، سلام، سلام بو أحمد، سلام من تقدم لنا ناصي بهذا المستوى، بهذا العطاء، هذه لحظة وصوله إلى خط النهاية، معلنا بذلك بأنه هو البطل المتوج بخنجر الجعدان الثنايا بالفترة الصباحية. تهانينا لمحمد بن حميد بن ثابت الوهيبي، هذه لحظة وصول ناصي إلى خط النهاية. بينما المركز الثاني اللي حصل على المركز الثاني في هذه اللحظات، وصل حامل رقم 40 مرعب لسيف بن مبارك بن فاضل المزروعي. المركز الثالث، المركز الثالث وصل مياس لعمير بن سهيل بن قنزول الشامسي. هذه المركز الرابع كان الوصول من هملول لبدر بن سعود الصغير الدرعي، والمركز الخامس ريان لسعيد بن جابر بن عبد الله الحربي. هذه نتيجة للخمس المراكز الأولى، شاهدنا المنافسة القوية التي دارت ما بين الجعدان الثنايا على هذه الخنجر بالفترة الصباحية، شاهدنا ناصي الذي استطاع بكل قوة أن يحسم مجريات الشوط، مهديا مالك محمد بن حميد بن ثابت الوهيبي. هذه الخنجر وهذا الفوز، هذا الانتصار قاطع مسافة 8 كيلو مترات ب 13 دقيقة
18 ثانية 90 جزء من الثانية. تهانينا لمحمد بن عبدون لهيبي على هذا الفوز وهذا الانتصار الذي حقق ناصي في هذه الشوط وحصوله على خنجر الجعدان الثنايا، بينما الذي حل على المركز الثاني وما قصر كان دخوله مميز باللحظات الأخيرة مرعب لسيف بن مبارك بن فاضل المزروعي، قاطع المسافة ب 13 دقيقة 24 ثانية 68 جزء من الثانية، بينما كان الوصول بالمركز الثالث مياس العمير بن سهيل بن قنزول الشامسي قاطع المسافة ب 13 دقيقة 25 ثانية 26 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لجميع الأخوة الفائزين بهذا الشوط والشوط الماضي، نتمنى التوفيق لجميع المشاركين.